صباح الخير يا جماعة الخير، معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقة الثامنة من لعبة رايز اوف ثرونين. لو تقولوا نبدأ اضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا جماعة الخير والله من كل قلبي، شكرا على دعمكم الجميل والمتواصل، شكرا الله يسعدكم، والله شكرا اخوان على الدعم الجميل. تمنى تصل دعمكم، وخلونا نكمل بسم الله. نكمل يا اخوان اخر مرة بالضبط وقفنا هنا الحلقة الماضية، صراحة لعبنا مهمة جدا جدا جميلة الحلقة الماضية جماعة الخير. هنا بالضبط كان معانا على فكرة في حرمة وخطفوها، خطفوها النينجا، وكان معاهم يا جماعة الخير البلو ديمن هذاك اللي بالحلقة الأولى جلدنا، وبرضه كمان الحلقة الماضية جاء عرض كذا والله خنقني خنقة الفكرة كتفنا بالأرض كذا وجلدني، فعارفين خطفوها. فدحين دحين يا جماعة الخير كله على نرجع، يقول لي هددت ذا سكرن إن يا جماعة الخير عارفين الفندق حق زي الفندق كذا، عارفين كيف لازم اروح له، عارفين كيف واقابل بقيه، عارفين كيف الفريق حقنا وكذا، نكلمهم ونقول لهم اللي صار علينا، عارفين كيف البنت خطفوها الحلقه الماضيه يا اخوان. كنا نحاول البنت ذي، عارفين البنت ذي اللي انخطفت اخوها الحلقه الماضيه، كنا نحاول نحرره، كان اسمه ماستر شوني يا جماعه الخير، ماستر شوني، كنا نحاول نحرره من السجن، يعني تعبنا وقتلنا الزعيم والاعداء، عارفين لما وصلنا له، قال لا خلاص تركوني بالزنزانة، عارفين كيف؟ فما أدري كعبل راح نحرره، بس الحلقة الماضية قال تركوني بالزنزانة، وعارفين كيف؟ خلاص عارفين كملنا. الحين خلونا نكمل لعبة جميلة والله صراحة جماعة الخير، جدا جدا مستمتع فيها. مرة والله أفرح لما أعرف إني بلعب اللعبة دي. شو رأيكم كمان بالدرع ذا؟ يا جماعة الخير والله أذكر في درع كان بقوست أوف سوشيما زي كذا. والله هو واضح مع الأشجار و والدرع ده، والله من جد يعني اشياء كثيره، واضح انه اللعبه تيم نينجا، عارفين شركه تيم نينجا مستلهمين من لعبه جوست اوف سوشيما، شيء كبير عارفين، شيء جميل والله. يعني جوست اوف سوشيما يعني سبق قلت لكم من افضل العاب بالتاريخ صراحه، يعني مره والله اللعبه دي كانت ابداع والله بمعنى الكلمه. فالحين يوم هنا يا جماعه تخرج من اجتماع شايفين كلهم فيه. We've been waiting for ages. شو بقول لهم؟ ايوه هذه هي فيمو هاز بين يعني انخطفت يا جماعة الخير. باي ذا بلو ديمون، بلو ديمون خطفها. Damn it! Curse those Shogunate dogs! You were supposed to protect her! It seems a plan to split up and avoid attention has backfired. If they'd wanted to kill you, they would have. But here you are. Did they say anything? هما قالوا شيء يا جماعة الخير؟ هما قالوا شيء؟ ناسي والله قالوا شيء. هو سألني الحين ذا قال لي اللي خطفوها قالوا شيء. خلونا نقول لها كذا إنه أخوه، عارف كيف؟ He expects us to believe that? He's just trying to scare us off. Master Shoin is being transported to the execution grounds in Edo. Most likely Fumi will be in Edo too. We won't achieve anything standing around here. We must go to Edo without delay. What are you going to do? Honestly, I'd really like if you were to join us in Edo. اكيد راح اجمع، اكيد راح اجمعكم للإيدو. عارفين في سجن اسمه الإيدو يا جماعة الخير. Travel to Edo. Alright, let's go. هذا Are you sure you want to leave this region? You will be able to return later. Okay, ما عندي مشكلة. Good to hear. Let's do this. لعبة جميلة صراحة. فينا أخوان قاعد يلعبها كل يوم صراحة. قتال فيها جميلة. حتى القصة والله جميلة صراحة. والشخصيات رهيبين صراحة. عارفين كلهم. هذا يا أخوان هذا هو ماستر شوني. الحين يبغوا يعدموه. Out of the way!
time has come. Rise as one. هذا ايش صار يا جماعة؟ تقرأ هالقصة؟ والله شكلهم قصة، والله توقعت يصير شيء، توقعت يختفي يجي من وراهم كذا حركة رهيبة. To the bitter end. جد يا جماعة الخير، عارف هو قال لي كان صادق يعني وكان ثابت على الشيء اللي يبغاه واللي مؤمن فيه، فهنا بدل يقول له it was impressive يعني كان شيء يعني مثير للاهتمام يعني عارف كيف يعني، وهنا بدل يقول له it doesn't matter now he's dead عارف انه خلاص مات. It matters. You can be sure of that. Come on. Did you really watch that and feel nothing? Katsura, Shinzaku, Genzui. His actions have inspired them all, and many more besides. By dying, Master Shoin passed something on to us. What exactly that is, well, I can't say for sure. All I know is that I have to do all I can to forge a new Japan. Now, let's go and join Katsura and the others. Seems they're lying low in the remains of Saihoji Temple. السيف ذا يا جماعة الخير استخدمه فقط للطعنات، عارفين؟ Edo is the Shogunate's stronghold. The Red Demon has eyes everywhere, so we can't move in plain sight. عارفين اخوان السيف ذا؟ يعني اللي عارفين بالحلقة الماضية كنت قاعد استخدم اسلوب ذا. أقعد أضرب بالسفل لما يجي وقت الطعنة أطعم بالسفل الكبير عشان ضرر الطعنات عنده جدا عالي. With Master Shoin gone, this might spell the end for them. Truth be told, I was counting on Master Shoin. الله إحنا جينا خريطة جديدة بخير شو؟ حلو حلو قصة بلها شيء مرة جميلة والله. ما نعتقد هل هذه خريطة جديدة؟ اللعبة كانت تقول ما بدك ترجع للخريطة القديمة اللي تبغى اعتقد يعني عارفين شيء زي كذا. ومرة شيء جميل. I thought with him, our country really stood a chance. But now I see that leaving my fate in someone else's hands is foolish. My future begins and ends with me. Your time has come. Rise as one. I will take Master Shoin's last words with me as long as I live. والله كنت قاعد اشوف العرض لما كانوا بيبغوا يعدموا ماستر شوين توقعت والله كذا عارفين يعني راح يساعدوه فجأة كذا او هو يسوي شيء ابدا ما توقعت انه عارفين يعني يموت. واضح انه كان غالي عليهم عارفين هذول الثلاثة. اعتقد هو اللي علمهم وكذا عارفين. So many struck down by cholera. It saddens me to see Edo this way. It's a mere shadow of the bright and bustling place I once knew. We can't leave things as they are. Something must be done. Saihoji Temple is a secret meeting place for Choshiro retainers. A special signal is required to enter. I'll teach it to you. Watch. قريري في زي العلامة لازم تسويها كذا. This way. Warrior bow. كيف تسويها دي؟ Hold. Okay. الله. كذا أقدر أدخل لهذا حقهم التمبل إذا سويت زي كذا.
يعني عشان تدخل لازم تسوي زي كذا على ما اعتقد. ردوا الاعداء اعتقد. ها hold, those entering the temple must perform the special signal. Remember what I just taught you. Give it a go. Come on. كيف اللي معاك؟ كذا تمام. ايوه خلاص ان شاء الله نقدر نعدي. كنت اقول لازم تسوي الحركة السرية. Very well. You may pass. راح اجمل الدرع جبته من بداية اللعبة ذا. عارفين ما ادري والله راح اضل عليه ممكن اكثر من حلقة. The rain's finally let up. They say no rain lasts forever, you know. والله اللعبة دي لها تاكات مترجمة بس للأسف ليست مترجمة. أتوقع لو اللعبة دي مصيرها تنزل على البي سي 100% راح تنزل على البي سي. ها يا جماعة الخير صدقوني قدام راح تنزل على البي سي. لما تنزل على البي سي صدقوني احتمال كبير يعني عارفين في ناس من المبدعين يعني راح يسوي لها تعريب. I'm guessing by that look on your face that you haven't found Fumi yet. Pardon me. Taka. Fumi! You're alive! Yes. Taka, help me escape. Now there's nothing to hold us back. But I'm not sure I understand. I'm sure there is much you wish to know. But please, save your questions. There is news of great import I must convey to you at once. An uprising by the Satsuma clan is imminent. Should you join forces with them and succeed, you will surely be able to clip the shogunate's wings. Perhaps ending this purge once and for all. Yes, this is all very odd. The clan's lord gave his own daughter to the shogun as a bride. Surely they wield great influence. This purge is one result of the loss of their influence. The Satsuma are now concerned that they, too, will be the target of oppression. Listen to me, Genzui. I want you to decide. As Master Shouin's favorite student, it is you who is heir to his vision. I vow to help you in any way that I can. Your time has come. Rise as one. Master, I will listen to my heart and walk the path we believed in. Let us join the Satsuma. To correct Japan's course, we must put our petty differences aside and embrace what we share. What say you? Do I have your support? Please come and see me later in Yoshiwara. I wish to speak to you alone. The Testament of the Soul Master Shouin left us is back in our hands. You should give it a read. Everything we stand for began with Master Shouin. You might find reading his testament useful, for eventually I'll have a manuscript made. عارفين واحد منهم صار القائد خلاص اعتقد ذا ايوه ذا صار دحين لا والله مو ذا في الراح ايوه ذاك خلاص على اساس انه هو دحين صار القائد ماستر شون طلع هذول كلهم طلاب عارفين هو اللي علمهم وكذا عارفين كيف اخوان حيين الحين دحين يبغون يقراها هذه خلونا نشوف
Are they? Testament of the Soul. You can now view the Testament of the Soul. حلو حلو. يعني يقول لي ريترا يعني ارجع يوكوهاما اعتقد من جديد مخلصت ال 40%. والله كفو نسبة مية سيئة. كل مهمة بدي ارجع العبها. هذه المهمات اللي لعبنا شوف ريبلي. شوفك ليش ابغى اسوي كذا؟ هذا افتكر لعبته. ايوه الباوند ميشن اريا هنا لو ابغى ارجع يوكوهاما. ابغى ارجع يا جماعه الخير هي يوكوهاما خلاص من هنا الفكره. بس ما ادري اللعبه بس تبغى نسوي كذا بس. ايوه بس كذا كذا احنا نرجع هنا ونكمل عارفين. Do have a browse. خلينا نشوف البيع ده عنده شيء جديد. What will it be? رصاص والله ما ادري كم معي. خلونا نشتريه من الشروكن. Of course. Please, again. الحين اخواني هو بالعرض تاك هذيك كلمتني. هذي يا جماعة الخير بليز شوز. لا خلاص يبغى اطلع من هنا. ايوه يا اخوان بالعرض كانت تكلمني ذيك تاكا. الحين بروح اكلمها عارفين. كانت تكلمني بالعرض تقول لي عارفين يعني كلمني عارفين تعال كلمني كذا. راح نشوف ايش تبغى. So you have come. Now, it is time I told you the truth. I'll return to my chambers for now. Please come back. I'll be waiting. ما عاد تقول بتقول لنا اللي عارفين الحقيقة. So, the issue at hand. You must forgive me. I have asked much of you without revealing my own true motives. The truth is, I have long served as a spy for Lord E. كانت جاسوسة دي. Since our days in Hikone, in fact, this hairpin is a gift from Lord E. But things are very different now. So much has changed. Including my lord and me. The man I once knew is now the Red Demon. And the truth is that the role he has taken on torments him. Witnessing the recent purge opened my eyes. I now know that he must be stopped. And who else can do it but me? It is as if all these years by his side have led to this moment. I let Mrs. Fumi escape, though it may yet cost me my life. That was the right thing to do. Yes, I am sure of it. But now, I am suddenly terrified. I can't shake the feeling that something horrible is about to happen. What do you think I should do? نعط سنان ايش لازم اسوي. عارفين get help من هذاك من ايش اسمه كيتاشي ذا هذاك يا جماعه الخير اللي قال انا راح اسرق قايتكم. فالحين خلوني اقول لها روح الكيتاشي وخليه يساعدك عشان هي هربت البنت هذيك عارفين. اعتقد الحين بيقتلوها. هنا اقول لها تقدر يعني انا وانت نقضي عليهم. ما ادري لا خلينا اقول لها انها تروح تقول لل عارفين هذولك الشباب اللي كانوا معنا عارفين كيف. Perhaps you're right. I suppose there's nothing to do but trust them. I'm feeling much better now. Will you join the Satsuma uprising? I only wish there was more I could do for you. Let me know when you're ready to go. هذه المهمة طويلة ما شاء الله.
يعني اعتقد بدناها من الحلقة الماضية ولا هذه واحدة ثانية مع الاشياء الحين يرجع يقول talk to talk. خلونا ايوه نرجع نكلمها. Shall we go to the Satsuma Villa in Edo? Let's go. عارفين نرجع لإيدو. Yes, together. جابتنا هنا عارف عشان نتكلم ودحين نرجع مع بقية الشباب وكيف عارف كيف. والله كان في خيار إنه خلاص إحنا نساعدها الحالة. أنا بس كنت معهم so هم أفضل. To join us. The Blue Demon's forces are marching on Princess Atsuko. It seems there is dissent in the Shogun's ranks. If they take custody of the princess, the Satsuma clan will become hostages. You're the one who brought Fumi back. You have my gratitude. Leave this to us. You should get somewhere safe. Please, take care of yourself. Now to support the Satsuma. Are you ready? شايفين اخوان هذا دحين صار المدير خلاص. كيتاشي ده عارف كيف خلاص دحين صار هو المدير. الله يا لطيف يا ساتر ردها واحدة كده ونهاها. I thought that you so think the way I did. How could you betray Lord He like that? I know. He was driven by his sense of duty. But he had to be stopped before he suffered even more. Come now. But in the end, it was you who were cut down. Fear not. I will serve him loyally, as you once did. Please, tell my lord. Ever since the day we met in Hikone, I have been... اوكي اخوان احنا عندنا مهمة. الله الله بس غريبة شفتوا كيف الحرمة ذيك المسكينة تاكا شاهدتهم كذا على اساس فزعوا لي وساعدوني وقالوا له خلاص عندنا شوي هذا قتلها بسهولة البلو ديمن رهيب والله افتكر واجهناه بالحلقة الأولى والله جلدني جلد كان رهيب صراحة. الحين اخوان المهمة ذي ايوه نبغى نجيب ذا نبغى نجيب ريو ما اعرف كيف هي اوكي تمام ستارت ميشن اكيد راح يزعل عارفين انها ماتت وكذا. It'll be a pleasure working together. Indeed. بالله بس ثواني خليني اشوف المهارات. انا مستوى 19 كفو والله. اعتقد على نهاية الحلقة الماضية وصلنا 19 يا جماعة الخير. شو ابغى اسوي انا؟ ايوه في مهارة هنا ابغى اجيبها هي ذي. هي ذي يا اخوان ابغى اجيبها انا. هذه تقوى الصحة increase maximum health. زود الصحة بس لازمني 3 نقاط من السترينج عندي واحدة ومتبقي 2 ان شاء الله حجيب يبدأ خلوني اجيب المهارة ذي. عارفين لما استخدم الكونترز عارفين يا جماعة الخير اعتقد لما صد مقارد لي ويقول لي لما تصد يقول لي عارفين لما تصد الكاي اللي هو العدد حق الستامين وكذا يرجع بسرعة. والله ماني متأكد اكون صراحة معك بس مهارة واضح انها رهيبة والله. الصد ما استخدمه كثير كمان. طب ليه فتحت المهارة دي؟ ها ما ادري. هي واضح انها رهيبة على فكرة. والله معلش انجليزي حقي مو قد كذا كنت صريح معاكم واللعبة يعني بالانجليزي. الحين اخوان المهمة دي سيف برنسس. الحين في اميرة هنا لازم يا جماعة تخلي تساعدها.
انا بروح احط السيف، انا بنبدا بالسيف. ايوه بطريقه وقت تشوف اصلا، انا بقت تشوف اني الطيف والله الشروك اللي معه رهيب، ان شاء الله بدنا نجيبها. في الاخوان ان هذه افضل سلاحين جبتها بدايه اللعبه، السيفين دي رهيبه والله. في من الحلقه الماضيه قاعد استخدمها ذات الضرب دي. يا الله الله حلو حلو. كفونا هنا في ثلاثة يا جماعة آخر من ال في ميدبول فوز، ثلاثة من القادة بس جيب لي اوبشنال ان شاء الله راح اقضي عليهم كلهم. حلو حلو هنا عندنا اول واحد بدي طعنة بالسيف، بس في واحد كمان هناك. روح لذا دي طعنة بسرعة ان شاء الله الحق. حلو حلو نهايته قسما بالله كفو. الحلقة الماضية اعتقد قويت ال فجأة الحقوا. يا سلام لحقتك المخيس. الله الله شنو لما اشوف خويه يموت كذا ينفجع كذا تقريبا ثانيتين، عارف اذا لحقته بسرعه ما تقدر تطعنه. والله المكان ذا كذا مع النار، عارفين البيت الياباني القديم كذا، والله مره ذكرني بسكيرو. فاكرين لما ترجع بالزمن ها المهمه ذيك، كانت تقريبا مكان زي كذا. يا سلام خلوه السيف ذا رهيب صراحة من ناحية الضرر، بس لكن ما ادري بالقتال اللي يشيل الاستمنة بشكل كبير، عارفين يا جماعة الخير يشيل الاستمنة بشكل كبير والله. وين في واحد قلتكم راح له دحين وبلف البطل كفو الى لما قتلنا اي قائد. الى الان يا جماعة الخير ما قتلنا اي قائد. طفل مكان كبير بلاي. خلينا نرجع لورا، الحلو من اللي هناك ما شافوني. نشفي حلو حلو. هذا كان مع بعض الموارد اخذتها كفو، مع من الحجارة حقت اللي اعتقد اصنع فيها اللي قوي فيها الاسلحة وكذا، عارفين اخذت منها كفو. الحين ايش ابغى اسوي؟ ايش معايا؟ معك الشروك ولا معك المسدس؟ حط القوس. والله القوس ما يعجبني مرة باللعبة ذي. الحين يا جماعة الخير والله شوفوا يا راح الحق يا ما راح الحق، عارفين بجي بسرعة واحاول ادي طعنة والبقية ينفجر، بس ان شاء الله الحق. الحق الله اللي بعده حلوين بس ما مات يخرب بيته كذا. الحين مات هذا قايد كفو، نجحت الخطة. يا سلام صدت بالجو والله كفو. وين اوكي قريب نشل الصد. يو تفرجوا فيه انتم. سلام كفو كفو. اخ ياخذ ما بقي له شيء. ناخذ الحبه من ذي الحمد لله. انا هنا هذا واحد من ثلاثه، واحد من ثلاثه. عارفين اخوان والله نفس النظام بلعبة بولون، كان زي كذا ما تجي بسرعة وتدي طعنة يعني تلحق مداك، عارفين يعني جيت بسرعة وراه كذا جريت وجيت بسرعة وراه وضغطت مثلث يعني مداك تدي طعنة، عارفين اذا كنت سريع بما فيه الكفاية. الحلقة الماضية كنت احاول اضبط الحركة اللي دوبي سويتها ما قدرت، عارفين الحين الحمد لله دوبي قدرت. يا سلام صرت الثاني انفجر ندي طعنة. والله جدا جميلة المهمة صراحة، ممكن أجمل المهمة يعني من ناحية الأجواء إلى الآن. إن شاء الله أتذكر بسكيرو بشكل كبير. والله أمنية صراحة جماعة الخير يجي يوم يعني كذا أشوف إعلان سكيرو الجزء الثاني. إن شاء الله راح يعني تتحقق الأمنية دي بإذن الله. بس خلونا نشوف إذا في أحد هنا. والله ما شايف أي أحد. عارفين اخوان والله اللعبة ذي القتال فيها يشبه القتال بلعبة وولونج بشكل كبير وكبير جدا كمان.
يعني اللي جاي من وولونغ اللعبة دي أبدا يعني ما راح تكون غريبة عليك. القتال يعني يشبه اللعبة دي، القتال فيها يشبه القتال بلعبة وولونغ والله بشكل جدا كبير كمان. الحين في واحد هنا نحن فين أبغى أروح؟ هذا بدل يدي طعن بس خلو خوي يقرب عشان ينفجع. صرنا نطعن اثنين عارفين، صرنا نطعن اثنين. حلو حلو، أبغى الثاني أنا. أوكي بندرس ده. حلو حلو، خوي فينه؟ ما أدري فين كان، يخرب بيته. بس خلوه والله السيف ضايع عليه ضربة بلا يشوف كيف. ضرب بوم المعدوم. الله الله، حق الماضي الضربة دي نهت فيها زعيم. والله رهيبة يا اخوان. هذا ليش ابغى اطلع هنا انا؟ في صندوق او شيء هنا. وانا ما جيت من هنا. صح صح، دحين بنروح من هنا. دحين بنروح من هنا يا اخوان. I let my guard down. اوكي اوكي اوكي، الحمد لله ما شاء الله. والله ما ادري كيف. حلو حلو، بطل ده ما شافني. مشكلة مع الكورة والله ما فيني احطها، اكون صريح معاكم. ايش ابغى اسوي انا؟ وفي واحد هنا. يا سلام لحقته. سلاح رهيب بس اكنه ايش، ثقيل مرة، ثقيل والله. عرفنا بس استخدم بالطعنات. حلو حلو مرة، تعجبني عارفين الانيميشن حق السلاح ذا لما تنهي، عارفين عن عمليات الاعدام حق السيف ذا رهيبة والله. الحلقة الماضية كان في زعيم كان ضخم يا جماعة، تخرب من تين، كنا والله نشيله زي ذا كذا، نديله ضربة كذا مرة، كان والله شكلها جميل. هنا في صندوق والله ما ادري كيف تجي، ممكن من فوق. فين اخونا؟ واللعبه دي والله ما كنت غلطان انا لما وصفتها انها اسهل لعبه من تيم نينجا، يعني هذه من جد اسهل لعبه من تيم نينجا. والله وارجع اقول لكم هو اصلا ما في لعبه صعبه. اي والله يعني الالعاب دي، يعني افتكر لعبه وولونغ كانوا ناس يعني كثيرين كيف زعلانين انه وولونغ لعبه صعبه. والله انا ختمتها كامله مكمله يا جماعه اخونا، قسما بالله يعني من ذاك المعلم عارف كيف هو. بس كل ما بالامر والله الالعاب دي يبغى لك الصبر فقط، صبر يعني عارفين. Where is she? دائما اي لعبه بالبدايه شيء طبيعي انت ما تعرف النظام، بس والله قدام حدك تعرف النظام. يعني كل لعبه بس تعرف النظام فيها خلاص انا عارف راح تصير سهله. هو بس تعرف النظام في كيف يا جماعه الخير. يعني والله هذه سبق قلتها لكم ارجع اقول لكم الجديد، يعني بفهم مطور يسوي لعبه يقول لعبه ترى ما ابغى احد يختمها. اوكي ان شاء الله مفجع. خلوه خلوه. حلو حلو، عارفين والله كل لعبة بس أعرف النظام. لعبة إيش تبغى منك، إيش الشيء لازم تسويه. من الأشياء اللي باللعبة دي لازم تعرفها إنه لازم تلعب مهمات جانبية عارفين يا جماعة الخير، يعني مو بس تلعب مهمة رئيسية ورا مهمة رئيسية عارفين، عشان مستواك يصير أعلى. كيف واحد هنا والله رحت له الصندوق اللي كنت ادور عليه. والله ما ادري كان في اكثر من طريق ترى. كان نفس الشيء ذهبي عارفين، بس كل الاشياء اللي جبناها يعني مي ذهبيه. وفي واحد هنا اوه مع ذيب، والله اكره هذا ذيب اللي معاه ولا جثه والله ما ادري ايش ابغى اسوي. في واحد فوق حلو بس ما ادري فينه يا جماعه الخير. بنوريكم ايش اسوي. البطل ذا قرب ان شاء الله يشوفه باذن الله، ولا طعن ذا بعدين اروح انفلت على ذاك. اوكي ان شاء الله كذا بعد ما فيه الكفايه. حلو حلو، الحين البطل ذا
خذ قوته. روح ادخل لي هنا يا بطل. تعال هنا نتفاهم. لا روح للقتال يا جماعة، تخرب اللعبة دي. مو متعب بشكل كبير والله. خلوه خلوه، هذا ان شاء الله راح تنهي. آه والله ما نهيته، بس ان شاء الله دحين كافونا هنا. واخذنا ايش؟ اخذنا اخذنا رمح، اخذنا شيء لون اخضر والله ما ادري ايش هو. وادري تدهن في السلاح سرسام. اوكي بقي واحد هنا، خلونا نطلع له. ايش اسمه؟ في مهارة، في مهارة يا جماعة الخير، شجرة المهارات يقول لي ضرر المارشال سكيلز يصير اعلى. ان شاء الله حفتحها باذن الله. فين اخوان؟ هذه مهارة المارشال سكيلز ذي، شجرة المهارات، في مهارة تخلي ضرر الضربات دي اعلى. ان شاء الله راح افتحها باذن الله. انا لسه ما فتحتها بس ان شاء الله راح افتحها. تحيري واضح طريقنا من هنا. عارفين القسم ذا اللي هنا؟ هنا اتوقع راح نلاقي الاميرة اللي نبحث عنها. بس بالبدا خلوني ادخل هنا، عارفين الجهة دي اللي هنا. That's where the princess must be. حلو حلو، خلاص حلو. Come on. عرفنا مكان الأميرة فين الحين، بس خلوني ايوه اسوي كذا. ايش اسمه اخوان المهمة دي الى الان؟ صراحة اجمل مهمة لعبتها الى الان. والله لو خلوا اللعبة دي، اي والله كنت صريح معاكم. يا جماعة اخر كنت صريح معاكم، اللعبة دي لو خلوها احكوا لي متى نرجع هنا. اللعبة ذي، اللعبة ذي يا جماعة الخير لو خلوها نظام مهمات والله انا برايي اجمل. يعني مو لازم كل لعبة عالم مفتوح، يعني والله لو كان كذا نظام مهمات انا اشوفه صراحة اجمل. عشان والله استمتع بالمهمات ذي المغلقة اكثر من هذا يا جماعة الخير. ياخذك مني شايفك، اوقف طيب عشان اشوفك. الحمد لله نهايته على خير سهم، والحلقة الماضية كمان نهايت واحد على خير سهم. والله أنا في عندي واحد من أصحابي دائما يقول لي عبد العزيز أنت جدا محظوظ بالألعاب، جدا محظوظ الولد ذا بالألعاب، حظه مو طبيعي، أنت محظوظ. والله ما أتفق معاه يا جماعة الخير، أنا أشوف إني معلم صراحة. والله ما أدري، والله أنا أحب ألعب وأستمتع بس أنا ما أدري إذا إني محظوظ أو ماني محظوظ، والله ما أدري صراحة. في واحد شافني ان شاء الله الحقه. والله ما ادري ايش فنجا هذا، بس كافه خاص بنهي. حلو حلو هنا في واحد، والله ما ادري فين، والله ما ادري فين يبغى ذا. تعال قرب يا بطل، عشان مكان نحتاج نروح هناك. وفي واحد كمان هنا، هذا قايد. اي والله قايد. ايش ابغى اسوي انا؟ وذاك ناشب. شايفينه؟ بلع المخيس. هذا راح يكون القائد الأخير عارفين. راح يكون الثالث والأخير. حلو حلو هناك كفو. باقي بس كم بطل هنا؟ خلونا نروح نحط السفينة أفضل. والله ماني شايف. اوكي انا هنا الحمد لله، في واحد ثاني كمان هنا. لا ما قاعد يجدهم جلد.
السيفين دي افضل سلاح جبته من بدايه اللعبه والله جماعه الخير. احنا داري المعلومه دي بس قاعد اعيدها عليكم بس عشان من جد والله السيفين دي رهيبه قسما بالله. اعتقد جبتها لما ختمت مهمه اظن جانبيه، مهمات الجانبيه والله تكافي اكثر بشكل كبير يعني باللعبه دي والله انصحكم مو بقوه يعني عارفين يعني اذا احد لعب اللعبه دي يعني يلعب المهمات الجانبيه. الحين والله ما شايف ايش السبب يخليني اقتل هذول يعني القاده قتلتهم خلاص هو الطريق الاساسي من هنا يعني هو ما قال لازم تقتلهم كلهم اللي على الطريق زي البطل ده عارفين نقطع عليه ليش لا. Very nice. قلتكم روح له جيري الحق الحق روح له جيري ودي طعنه خوي منفجع. الله ياخذ لك سمعني والله في مهاره يقول لي ياخذ طاح وفضحنا حسبنا الله نعم اوكي اوكي ان شاء الله واحد بس اللي سبعنا. مفروض هذه فيك يا بطل. سم باللعبة دي لما يجي فيك يا ساتر استر يطول طول مرة كمان. المهم يا اخوان في مهارة رهيبة والله يقول لي خطواتك الاعداء ما يسمعوها بشكل كبير عارفين ان شاء الله راح اجيبها عشان اعتقد راح تساعدني بشكل كبير لما اجي جاري كذا وبغدي واحد طعنه. اوه فيري نايس واضح ان الزعيم ايش ابغى من عنده ذا رصاص فل ايش اسمه يا اخوان ايش ابغى اسوي انا قلنا بس بالله اجي هنا كم معاي نقطه من سترينج واحده ستريت اثنين شارم اثنين هنا تلقت خمسه ابغى سته عشان يصير مثلا نزود اسعافات زياده تصير ثمانيه عارفين. في المهاره اللي اقول لكم عليها اعتقد ذي هي مهاره تحت بلا بس خليني اوريكم هي يا اخوان اعتقد دي ايوه شايفين sounds made by moving يا جماعة الخير بس تحتاج اربع مهارات dexterity عارفين حتى اسمها الصمت اعتقد يعني تمشي بالصمت اكيد راح اجيبها واضح انها رهيبة صدقني ما خلوها الاخيرة هنا لانها جدا قوية بالستيلث وكذا لما تبغى تجي ورا الاعداء وكذا. الحين اخوان ايوه انا مواجه الزعيم احب احط له الشروكن احط له مسدس ذا عندك شيء يبغاه؟ Don't rush. Take your time. رصاص فل. نشتري من ذي. I wonder how you use. مدري ليه يقول inventory is full. راحت المستودع يقول لي راحت لهذا. I wonder how you use it. عشان ما اقدر اشيل اكثر من ثلاثة صح؟ الاسعافات اللي على اليسار دي اللي تشتريها اللي فوق. هذه دائما معاك عارفين يعني مو عندي اسعافات على فوق سهم على فوق وسهم على على اليسار يا جماعه تغير اللي على اليسار دي ما اقدر اشيل الا ثلاثه اذا اشتريت يعني اربعه خمسه تروح للمستودع عارفين وتجيك اول ما تجي هنا اول ما تلمس البانر ده تجيك من جديد عارفين يعني زي كذا. الحين عارفين في اميره نحاول ننقذها يقول لي سيف البرنسس واضح انها هنا هذا البلو ديمن انا مو هو بس ما ادري ليه يقول استخدم اوه هو بدا يستخدم ضد الخطاف ما اعتقد تقدر تجي من وراه فيش انا يا جماعه تقدر اروح اخش فيه على طول احمل السلاح كذا خشوا فيه ولا والله البلو ديمن شو الضرر ذا يخرب بيتك اي كم ضربه يا لطيف هالطوف بسوي معه هذا انا والله ضرباته سريعه مره يخرب بيته والله ما ادري ايش بسوي معاه يخرب بيته وما بقي نفس الله يستر هذا شو الحركه دي
والله مره صعب صد ضرباته كل عليه راور. الله الله كدوبنا بالدعنة كفو. انا غلط بس عارفين قريب قريب بدي طعنه. الله ياخذ وش الاسعافات كلها. والله ذيك بدل صدها. اوكي اطعن. والله ما ادري راح اقدر على المحاوله ذي ولا لا. الله لطيف والله ضربات سريعه برا. هذا ان شاء الله اقدر اصدها اللي دحين بسويها. والله اتفاقات سريعة. والله اتفاق والله جبعت اخر مرة سريع. والله دي لو صديتها عليه عارفين شي ذكر راح يساعده بشكل كبير. نحن قريب اطعنه. يا السلام اطعن. الله الله جت فيه. عارفين واضح عارفين انا حموت بس ان شاء الله بقية يقدروا ينهون. لازم اصد شيء ولا تيه هذا زي السراب عارفين. حلو حلو كان اضربوا علي. كفو يا اخوان منيح كفو يا هنا. الله الله والله ما توقعت في المحاولة الأولى. Look, Princess Sato, we finally caught a rat. Manabe. Who'd have thought a stray cat would wander in? Still, you did well. You have my thanks. هذا مين ذا؟ أول مرة أشوفه ذا. أبو شنب ذا أول مرة أشوفه. My lady, we will soon have dealt with the vermin in the grounds. I thank you. It seems all is going according to plan. I'm afraid I must bring something to your attention. What did you say? That's enough! Stop this! Why do we have to stop now? You were all set to march on the capital! I have news of my father, your lord. He was taken ill and has passed away. No. My lord. Without my father's army, no. We simply cannot proceed. I cannot believe it. We must lay down our arms, at least for today. But do not be disheartened. His dream will live on. Together, we will continue his legacy. Thank you once again for your efforts. It pains me, but I will seclude myself in with my stepfather now gone. The Satsuma clan will be shaken to its core. Its future depends on you
and Saigo. But we lack experience, and our master is gone. You know Saigo better than anyone, do you not? Yes, my lady. I thank you. Now, what did you say your name was? شو اسمي انا يا جماعة الخير؟ تسألني عن اسمي؟ I don't have one. It is the same as the cat. لا والله كلها اجابة كرثية. خليني اقول لها I don't have one، ما عندي اسم. What kind of answer? Everyone needs a name. Isn't that right, Princess Sato? What a curious individual. I look forward to speaking with you. When things calm down. والله كانت مهمة جدا جدا جميلة. عارفين وهرب البلو ديمن. عارفين واضح راح نشوفه قدام. والله لما كنت اواجهه كذا قلت مو معقولة من دحين يموت. عارفين يعني انا كنت متوقع انه راح يهرب. Please forgive me, my lord. I did not foresee the stubbornness of the princess. You have been taking matters into your own hands, it seems. But at least the princess has been subdued for now. Fine work, but you are relieved of your duties for now. Go, rest. Yes, sir. الحمد لله كملنا المهمة. مستوى اعتقد وصل 20 دحين، مدري 21. توك تو ريوما يقول لي لازم اكلم ريوما. اوكيدو، هذا اسمه اوكيدو يا جماعة الخير. الله الله مستوى 20 كفو والله. مرة مكان جميل. الحين بس خلينا نشوف الوضع هنا. اوكي والله كفو، خريطة ثانية مرة شيء جميل وشيء حلو والله. لما بدك ترجع للجميل للقديم على فكرة، بدك ترجع للخريطة القديمة والله مرة شيء جميل. الحين والله نفسي امر على الحداد احس مدى قوة سلاحتي. بس الحين خلونا نشوف صاحبنا جماعة الخير ريو معه، خلونا نشوف ايش عنده. You've heard about Tucker's death, I trust. I just can't stop thinking about it. Ever since we met in Yokohama, she's done so much for us. And we had some fun in the Pleasure District, didn't we? But she was never just a regular geisha, was she? She knew the likely consequences. If I'm going to do anything for Japan's future, Kenzo is already working on a new plan. Why don't you pay a visit to Taka's grave? عارفين كانوا قاعد يتكلموا عن تاك انها ماتت وكذا، ايش يبغون نسوي؟ نروح للقبر حق تاكا. مكان جميل صراحة، حبيب بالثلج وكذا. والله ما ادري يا جماعة الخير قديش مدة اللعبة ذي، بس اتوقعها ممكن راح تكون اطول لعبة من تيم نينجا. عارفين ولوجا افتكر ختمت اظن 19 مدري 18 والله ناسب بالضبط كم. Are you an acquaintance of Taka's? I am an old friend. I ask that you pray for her. Are you lonely, dearest Taka? And when I join you. عارفين قاعد يلف وكذا ومدري ما مشيت الكلام. عارفين الحين خلونا نرجع يا اخوان توك تو ريوما، نرجع ونكلم ريوما. قال لي روح للقبر حق تاكا. عارفين رحنا، بس والله المهمة دي لدوبها جدا كانت جميلة والله. حلو حلو هنا في حداد كمان، خلوني بس اروح له على السريع. ولكن البرد ذا كذا وما انت لابس فنيلة. خلونا يا جماعة الخير نشوف. ايوه
حلو حلو معاي اللي عارفين المبلغ، بس بقي لي الحجر. الحجر يا اخوان بس ما ادري قوي السلاح ده ولا ذا قولتكم. الحين بريح بس خلوني اجي هنا. يس هنا. What do you need? شو بسوي انا؟ ابغى اسوي كذا. اي شيء مذهب ياخذه من العلم ما يستاهل عارفين. على طول فكك واخذ الحجار حقته. ما شاء الله معي اسلحه كثير. والله من الاشياء الجميله استخدم السلاح ذا هيرو كريت سور. والله ما ادري ممكن استخدم 194. والله ما ادري والله ما ادري اخوان، ما اعتقد اني راح استخدمه عشان والله جربت اسلحه كثير حقتها الماضي طول الوقت. والله اجرب اسلحه كثير يعني زي السيفين صراحه ما في. كنت صراحه معكم قدام جبت اسلحه افضل كنت راح استخدمها، كنت راح استخدمها. بس ايوه شوف يا اخوان من الاشياء الجميله والله بلعبه رايز اوف ثرونين الالعاب الماضيه حقت تيم نينجا شو اسمه اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما تقدر الاسلحه يا انك تبيع يعني ما كما تستفيد منه. والله شوف بولون كان اسلحه كثيره تكون معايا كنت ترميها على الارض كذا من كثرتها. اما باللعبه ذي في شيء جميل مره انه بدك تفككها وتاخذ حجار. شوف الحين راح اخذ 50 شيء جميل قسما بالله. Anything else? والله شيء جميل. الدرع والله ما احب افكك عشان بدري ادري ممكن بعضها احتاجها. والله ما ادري شيفها كثيره بعدين انا اعرفك الحين بسوي ابجريد. والله بيستل ما اعتقد اني راح اقويها. السيفين اكيد 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 من 150 الى 153. والله حتى السيف مداني ذا يصير 222. والله فرق كبير. ها على السيفين والله ما ادري صراحه. انا احس السيف ذا بقيله شوي وتصير الطعنه حقته جدا قويه واحده بواحده عشان بعض الاحيان قاعد اطالع يصير بقيله شويه العدو. فاهمين علي يا اخوان؟ والله انا اشوف اقوي السيف ذا شويه اقوي حبه بعدين اقوي السيفين. او بدل اقويها زياده. كفو والله. كم 126. والله ما ادري صراحه احنا كده اخر مره خلاص ما اقدر زياده. والله السيفين السيف ذا عجبني والله والله بالطعنه يا جماعه الخير جدا قوي جدا قوي بالطعنه. فانا اشوف انه يستاهل والله. خلونا نقوي زياده. Anything else? حلو حلو صار 126 بعدين راح نقوي ان شاء الله. عارف كيف السيفين باذن الله. الحين ابغى اشتري شيء من عنده. What do you need? لو عنده قوس ذهبي كان ممكن اشتريته. يلا خلاص احنا احنا كده تمام. دحين دحين اخواني ايوه دكتور ريوما خلونا نكلم صاحبنا ريوما. It seems Gensui's latest plan is coming together. We're just waiting for everyone to get here. Ever since Gensui read Master Shoin's last words, he's been all fired up about forging a new Japan. In fact, I'm pretty sure he's gearing up to attack the Red Demon's men head on. What do you think? Can you handle the fight? أكيد. جدك تسألني بعد ذا كله تجي تسألني تقول تقدر تقاتل ولا لا؟ خليني أقول لهم ريدي. Good. Then let's do this. قاعد يتكلموا عن الريد ديمون يا جماعة الخير. هو مين الريد ديمون؟ هذاك اسمه البلو ديمون. هذا استغفر الله الشيطان الأزرق أما الشيطان الأحمر ما أدري مين. اعتقد هذاك اللي في البيج بوس هذاك عارفينه اللي البلو ديم نزل له كذا. That's true. You always pop up at just the right moment, don't you? Roma, look at this. Every last one of them is here to help us strike down the red demon. Truly an impressive sight. Firstly, I would like to thank you all for joining us. We all come from different domains, places with separate customs, different loyalties. In fact, some of our clans once opposed each other long ago. Yet we have cast aside our differences and come together. Truly a testament to Master Shoin. We must strike in the name of all who have been oppressed.
Let us not forget the pain of Master Shoin and the countless others who have suffered. We will bring this darkness to an end and deliver divine retribution to the Red Demon! ايوه هذا يا اخوان هذا اعتقد هو الرد ديمن. Hostile agents lying in wait near the castle. Perhaps you might deploy more guards. I am allowed as many guards as the shogunate provides. Do you expect the chief minister to flout the rules? Here we go. What the? Where did it come from? So they are here. Ready yourselves! Here they come! Retribution! كفو يا رجال عليهم. كان رهيب العرض اللي دوب حلو حلو. نبغى نجيب المهمة ذي. قبل كم حلقة جاء سعدني والله سعدني ذا الاثنين يا جماعة الخير. برينت ذا وماثيو بيري والاثنين ساعدوني. الحين ما اعتقد اوه ما ادري اجيبه بس بالمهمة ذي ما اقدر. ايوه الاثنين ذول رهيبين. ستارت ميشن يس. واضح راح تكون مهمة جميلة عارفين. Demons in the palanquin! Quickly! بيقول ديفيت يا جماعة الخير في اثنين لازم اهزمهم. يا اخوان في اثنين اوكي فهمت المجموعة دي اللي هنا احنا رقم واحد في لازم انهيهم كلهم. يا سلام صدناها. تبغى احط السيف بس ما قدرت تحول. هذا كده راح تنهي ان شاء الله. جات فيه بس ما نهت والله ياخذه. بموت انا والله شكلي حموت. قاعد اجرب معاه والله قاعد اجرب معاه السلاح الفين الجديد وكذا. الحين ان شاء الله راح انهي. والله سلاح رهيب بس ما ينفع الا بالطعنات عارفين؟ ما ينفع يا جماعة الخير الا بالطعنات فقط. ساتر شوف الصحة حقتي كيف. ما اعتقد انه جوا هنا عارفين؟ لا والله شوف هذا هو.
نويلي. والله كنت متوقع راح يجي وقت راح نواجهه، بس والله طيف صح تغلب على عرج نفسي. وانا بالله خلع عرج نفسي. اخر يا اخي شو فيه؟ والله الضربه سوى ضرب كبير يخرب بيته. اوه ويرمي اشياء شفتك يا بالله. شو الضربه دي؟ والله دوب سوى ضربه رهيبه. حلوه الله الله. والله شيء مستحيل اطفش منه باللعبه دي يا اخوان لما صد الضربات. في الضربات كذا الحمراء. ايش دي؟ والله قاعد يسوي ضربه زي ها جماعه تاخذ زي ضربه اللورد ايشن عارفين اللي من سكيورو قاعد يسوي زيها. نهان الله ياخذه. حلو انه قريب بدي طعن عارفين. يا سلام خلوه حلو حلو كذا الطيب. كنت اتمنى اكثر بس عارفين مو سيء والله. والله الضربة اللي قاعد تسويها ان شاء الله ما تنسويها حتى انا. استر الضرب. قله As a man, I have the right to choose where I will die. I won't thank you. لا تمزح انت تمزح. على بال اللي بيهربون نشوفهم بعدين. ما يمزحوا. الصحة رجعت كاملة. خلوا ركز على ذا. في اصلا الصحة اللي فوق حقت ذا عارفين؟ حقت البلو ديمن. شيء حلو والله صحة رجعت كاملة عارفين اسعافات قصدي. تف كم واحد انتم؟ يا ساتر. يا لطيف والله توصف فيني يخرب بيته. الحمد لله وكعلش نفسي. حلوة. يا اخذ قريب اطحنك. اخ يا اخذ صحة رجعت كاملة. والله كنت قريب اطعنه. والله عنده ضربة مصيبة ان شاء الله ما يسويها. والله هذه كانت سريعة. يا لطيف والله امتحني بالضربة ذي. والله ما الظاهر يا جماعة تأخر نهاني يخرب بيته. بس الشيء الحلو كله باثنين على نفس الصحة. كيف سوى كبر الضربة ذي؟ يا ساتر حم السيف ذا. والله باقي انت بس. باقي انت بس. حاج واحد فيهم. والله صعب قتال صراحة إلى الآن. والله لازم اعالج واحد فيهم بس ما ادري اقدر ولا لا. اوكي لازم اروق عارفين. والله ما الظاهر يا جماعه خير المره ذي. ربيت هذا ايش قاعد يلف؟ قله قله والله جلدونا الثلاثه. على الطيف بس الشيء الحلو عارفين يوم طلعوا الاثنين نفس الصحة ان شاء الله الحين مقدر عليهم.
Thought so. قتل من البداية ولا كيف؟ لا والله من هنا وكان إن شاء الله مقدر عليه بإذن الله، بس لا والله مو مرة صعب. فس الثاني والله لازم أصد، ضروري لازم أصد بالفس الثاني. طبعاً حمد الله فلت منها. كيف رجع للدوه رجع الفس الثاني. والله ما أدري أركز على مين، أعتقد هو أسهل، أعتقد أبغى أقول هو أسهل. فين ذا؟ اسهل مين يا لطيف والله قاعد افرش. اوكي حلوين حلوين. يا سلام اطعن. حلو حلو مرة دي استلمناه كفو. كيف اركز على ذا؟ صدقني ذا اسهل. ما طلت بصحتي يا الله. فيني انا؟ والله ما ادري فيني. اوكي هذا هو. راح ياخذهم الاثنين عندي هنا. لازم يكون الثلاثة أفضل. يا أخي عالجوا معالجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعالج نفسه، أوكي أوكي كذا النظام. أخ يا أخذ ذا والله ذا هو الصاطر، وذا الحال تقول أسهل بكثير. يا ساتر والله صار مصيبة دحين. ندخل على نفسي افضل. والله بالراحة يا اخوان اصحاب قتالي الى الان. اوكي اخر اسعافات. حلو حلو قرب ننهيه. انهيه ان شاء الله تنهيه. راح ياخذ لساته ما مات. لو بقي اسعافات حبه بس. هو قتلني اوكي، بس خلونا نركز على قريب انهي. يا سلام نهايته. اللهم ادري ايش صار يا اخوان، نهيته نهاني يخرب بيته. اوكي يا اخوان ان شاء الله الحين مقدور عليه، والله ممكن محاولة ثامنة اظن. ساتر استر، والله اللعبة فجأة ياخذ عندك قتال صعب. في الفيس الاول مو مرة صعب، بس الفيس الثاني مصيبة والله. فين اخونا الفيس الاول؟ والله مو مره صعب، بس الثاني مصيبه والله، بدات لما تواجه البلو ديمن. والله مدري كيف فجاه كيف صار اصعب والله. حلوين الرجال خشوا فيه.
المركز الثاني يا اخوان. والله لسات مصمم انه بالبدايه ركز على ذا افضل. يا سلام الحمد لله اني فلت. ما بقي نفس الله يستر. مسكوه مسكوه ده الله ياخذه. لا تطعن بوقت مناسب الحمد لله. بإذن الله المرة دي يا جماعة خلنا نتفائل بالمرة دي إن شاء الله. مرة دي إن شاء الله مقدر عليه. وين وين ها هنا طمع خويكم. اوكي اللعبة الف مرة تقول لي الشيء ذا. وين اوكي هذا شيلوا عني الله ياخذه. اوكي كلها جت في كفو. اه والله دي كان سهل اصدها الله يهديه. You're not looking so good. يهو مسكوه ده هذا مسكوه الله ياخذه. والله ماني شايفه زين اقسم بالله. حلوين اوكي بقي ذا بس بقي ذا بقي معي اسعافات هذه فرصتي. هذه المرة بإذن الله راح نقدر عليه. راح ياخذ الضربة دي مصيبة والله. طعنوه حلوين طعناه. لطف كلها فيني ما شاء الله. كيف قدرت تعالج نفسي الحمد لله. وانهو هو ذا اللي نبيه. الله الله يا ساتر صدقوني يمكن المحاولة العاشرة والتاسعة. To die at the hand of a long-veiled edge. I could not help he who I pledged to protect. I've got my hands full! The rest is up to you! It's in your hands! اوكي يا اخوان اوكي 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 الحين عندنا اقتله او سبير يعني اعفيه اكيد راح نهيه. Come, do your worst.
في من أجل مستر شوني كافو يا أخوان. أكيد والله من غير التردد اخترت إني أقتله. March 1860, the Red Demon was assassinated outside the Sakurada Gate of Edo Castle. They were saying the trade talks have been suspended. And you just believed them, did you? You try arguing them. I don't welcome the taste of steel, personally. Right? Wait, who are you? Time to die! In the wake of this incident, shogunate authority plummeted as the rebellious samurai grew emboldened. The influence of the United States, which Yi had done so much to promote, waned, leaving the door open for the British to take their place. After their triumph at the Sakurada Gate, Kusaka and his allies plot the next step in their quest to expel the foreigners. I didn't cut you down too. Hey, this is no time for your killer instincts. Let those beasts be. روح الله والله كانت مهمة ابدا ما توقعت الشيء ذا قسما بالله. حلو حلقة سيفه ودرعه كمان. والله يا جماعة خير ابدا ما توقعت الشيء ذا. فجأة قتال زعيم قسما بالله يعني ما كان سهل. والله يا جماعة خير ممكن محاولة العاشرة التاسعة. المهم طولت معاه حاولت كثير. كان دائما اللي جنني والله هذاك البلو ديمن. البلو ديمن ابدا مو زي المواجهة اللي الاولى اللي هرب. مواجهة الثانية قسما بالله هزمته جماعة خير وأنا معرفة صد له أي ضربة. حلفني الحظ الحمد لله. بس بالنهاية كيف قدرنا عليه. فكذا أخوان وصلنا نهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية. بالله شوفوا كيف المنظر ذا الجميل. إن شاء الله يا جماعة خير راح نكمل الحلقات القادمة. كذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا دي. أتمنى أخوكم عبد العزيز كان خفيف عليكم. أتمنى الحلقة نالت على إعجابكم. أتمنى الحلقة نالت على إعجابكم. إن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة في أمان الله.